معنا من سان بطرسبرغ عبر سكايب سمير أيوب، باحث متخصص بالشأن الروسي. سيد سمير، أهلا بك معنا، صباح الخير. صباح يعني الخير. هل هذه القرارات الروسية، أو هل الحرب التي سميت الآن حرب المسيرات، إن كان استهداف القرم ومن قبلها موسكو وقبلها أيضا الكرملين، هذه الاستهدافات هل هي فعلا الآن انعكاس للسياسة والقرار أو الاستراتيجية العسكرية الروسية الجديدة التي استخدمت المسيرات والصواريخ بشكل مكثف؟ أهلا وسهلا، صباح الخير لكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني يبدو أن انعكاسات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ طابع غير عادي. يعني مسألة حرب المسيرات الآن التي تجري بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية وبأياد أوكرانية، يبدو أنها فقط لجس نبض روسيا إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الدعم الغربي لأوكرانيا، وإلى أي مدى يمكن أن تتحمل الضربات داخل أراضيها. هل هناك خطوط حمراء بالنسبة لروسيا، أم أن هذه الخطوط الحمراء لم تعد موجودة؟ لذلك يعني هذا بحد ذاته يمكن استفزاز لروسيا من أجل حظها، أو تبرير يعني، أو جعلها ترد بأسلحة غير تقليدية. سيد سمير، عذرا، هل استفزاز روسيا عبر بلغرود، الكرملين، العاصمة موسكو، وسقوط ضحايا، سقوط جرحى، أيضا شبه جزيرة القرم؟ بالتأكيد يعني الوصول إلى هذه المدن، وخاصة أن الغرب يقول أن الأسلحة التي يزودون بها أوكرانيا تستخدم فقط على الأراضي التي يعتبرونها أراضي أوكرانية محتلة، لكن الآن الأحداث التي تجري على أراضي داخل روسيا وفي العمق الروسي، هذه يمكن أن يستفز حرب شاملة بين الطرفين. روسيا لا يمكن أن تسمح باستمرار هذه المسألة، يعني مهاجمة أراضيها بهذه الطريقة، وخاصة يعني منطقة بيلغورد للأسف تتعرض لقصف عشوائي ليس للمراكز العسكرية وإنما للمدن والقرى. يعني استهداف المدنيين وسقوط قتلى روس ومحاولة الإشاعة بأن هذه فقط يعني مسألة داخلية روسية، هذا غير صحيح وغير واقعي. يعني هم يحاولون تبرير ذلك، لكن الأساس هو أن الجيش الأوكراني والمخابرات الأوكرانية تحاول الإيحاء بأن أيضا المعارك تدور على الأراضي الروسية، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية. ما هي بالنسبة هذه لأوكرانيا، الانعكاسات سيد سمير؟ البعض قال بأن ممكن عملية توصيف ما يجري في أوكرانيا من قبل روسيا ممكن أن يختلف، ممكن أن تسمى هذه العملية بالحرب الآن، وإن كانت هذه حرب، نعم ما الذي يحصل؟ يعني حتى الآن لا توجد هناك دعوات لإعلان الحرب ضد أوكرانيا، ويمكن هذا أن يصبح في المستقبل، لكن ما يمكن أن يتغير هو بالأمس تصريح بريغوجين بالنسبة لقوات فاغنر بأنها مستعدة للدفاع عن منطقة بيلغوراد. هذا يمكن أن يؤدي في النهاية، وهناك أوساط يعني روسية كثيرة تدعو إلى عودة القوات الروسية إلى مقاطعة خاركيف وإلى أيضا مدينة خاركيف إذا كان بالإمكان. لذلك أنا أعتقد أن تصريح بريغوجين يمكن أن يكون مقدمة لشن روسيا هجوم في منطقة خاركوف والوصول حتى إلى مدينة خاركوف، وخاصة بعد تحرير باخموت، ورأينا أن قوات فاغنر الآن هي يمكن أن تكون يعني في مجال يعني الراحة بعد عمليات باخموت، وهي تستعد للقيام بعمليات أخرى. يمكن أن تكون مدينة خاركوف هي الوجهة القادمة لهذه القوات، وخاصة هل هناك أن سيناريوهات سياسية عسكرية قادمة؟ يعني سياسيا لا نرى أي أفق لأي مفاوضات. يعني حتى الآن كل المبادرات التي تطرح لم ترضى، يعني لا ترضي الطرف الروسي، وخاصة أنها لا تأخذ بعين الاعتبار لا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ولا الأوضاع السابقة التي كانت سائدة. روسيا تقول أن أي مفاوضات أو أي مؤتمر يمكن أن يعقد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأمر الواقع الآن والحدود التي وصلت إليها القوات الروسية، لكن عسكريا بتقديري هناك يعني تطورات يمكن أن تحصل، وخاصة أن يعني مسألة تزويد أوكرانيا بأسلحة ودعوات إلى الهجوم، يبدو أن هذا الهجوم لم يحصل حتى الآن. أولا لأن القوات الروسية استطاعت يعني ضرب كل طرق المواصلات للجيش الأوكراني وتدمير معظم عتاده، لكن بشكل عام يعني يبدو أن القوات الروسية تحضر الآن لصد أي هجوم محتمل. يعني اليوم وصباحا
أو قبل قليل كان هناك قصف ومحاولة يعني هجوم على مدينة ميليتوبل وعلى أيضا يعني في منطقة زاباروجيا. هذا يؤكد أن القوات الأوكرانية لا تزال تضع نصب عينيها لأي هجوم قادم، هو الهجوم في يعني الهجوم على هذه المنطقة لمحاولة الوصول إلى بحر أزوف، كما دائما هو معلوم. أولا قطع الطريق البري مع جزيرة القرم بين الأراضي الروسية وجزيرة القرم، ثانيا الوصول إلى شاطئ أزوف. لكن هل ينجح هذا الهجوم وما هي انعكاسات فشله؟ هنا المخاوف الأوكرانية والمخاوف الغربية، انعكاسات فشل الهجوم الأوكراني في حال حصل هذا الهجوم، ما يمكن أن تفعله روسيا وإلى أي حدود يمكن أن تصل؟ لذلك نعم يعني المخاوف هي من نعم زيادة توسع القوات الروسية واستيلائها على العديد من المدن. الآن نصب الأنظار هي خاركوف وأودسا في يعني في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك من سان بطرسبورغ عبر سكايب سمير أيوب، باحث متخصص بالشأن الروسي.